انا ام حنين، انا شغاله يعني خياطه، بعمل ملايات وستاير وبفصل هدوم واسدالات وحاجات اطفالي وحاجات كبير، ولرمضان بقى كل سنه وانتم طيبين والعيد وكده. شغاله اصلا مهنه تانية خالص، مش دي مهنتي، بس انا بحب الخياطه، بحب مهنه الخياطه وبحب التفصيل وبحب التظبيطات. فانا ابتديت بالملايات والستاير، وبعد كده بظبط هدوم وبصلح، والحمد لله اتعلمت التفصيل وبفصل، بفصل فساتين وبفصل بلوزات وبفصل كل حاجه، بظبط وبصلح وبعمل ملايات والستاير. محلي احسن يعني، بنزل افتح براحتي وبشتغل وبعمل شغلي وبروح وجنب ولادي وجنب بيتي، والحمد لله ربنا كرمني والحمد لله. والناس هنا يعني ما كنتش مشهوره قوي في الاول، بعد كده عرفوني وخلاص بقى ليا اصحاب وحبايب وكذا حد بقى خلاص عرفني وبيجولي هنا يفصلوا عندي ويظبطوا ويصلحوا. وانا بقى لي كذا سنه هنا بس ما كنتش مشهوره قوي يعني، دلوقتي الحمد لله اتعرفت وبقى ليا زبون وبقى ليا ناس. لا في مواقف كتير يعني، في مثلا واحده مثلا عايزه تيجي تعمل كذا حاجه وتدفع حاجه بسيطه، بس انا ما بقولش لحد، لا انا اللي معاه بعمله اول حاجه بقولها، معاك هعمل لك، مش معاك برده هعمل لك، والحاجه اللي انتوا عاوزينها وبظبط لهم كل حاجه. وساعات عادي ما برضاش اخد فلوس يعني، بيجي لي ناس بتعمل حاجه بسيطه مش مستاهله، انا ببقى شايفه من نفسي ان هي الحاجه دي مش مستاهله حقيقي، ما باخدش منهم فلوس واسال. وفي ناس بتيجي تعمل وبقول لها يعني مثلا حاجه مثلا ما تستاهلش قوي، بقول لها عليها حاجه بسيطه بيدوني حاجات اكتر يعني، انا ببقى من نفسي بقول لهم عليها حاجه بسيطه، هم بيدفعوا لي اكتر لان شايفين ان الشغل كويس ويستاهل. والحمد لله يا راضي يعني باي حاجه ربنا بيديها لي. انا في جلاليب بصنعها، وفي اسدالات بعمل اسدالات اطفال وكبار وجلاليب دي، وفي حاجات انا بشتريها يعني برضه يعني، بنزل حاجات اجيبها جاهزه، وفي حاجات انا بصنعها. ما كنتش قبل ما اتعلم التفصيل كنت بجيب جاهز، لكن بعد كده لما اتعلمت خلاص بقى يجيبوا لي القماش وانا بفصل لهم وبديه لهم، وبعمل بقى كل حاجه زي ما انت شايف كده. واللي بيجي عندي مره بيرجع لي تاني على الشغل يعني، دي زبونه انا ما صراحه ما اعرفهاش، هي جايه لي على كلام واحده عملت عندي ستاير والملايات وكده وجت عندي دي بقى. فهم بيحكوا لبعض يعني، هم بيتكلموا مع بعض بيحكوا لبعض، دي انا عملت عندها دي كويسه كده. وفي ناحيه الفلوس انا بقول لهم اخر حاجه الفلوس عن يعني ما تفرقش، والحمد لله ربنا بيرضينا. اغرب زبون يعني موقف مثلا من 3 ايام كان عدى عليا واحد قال لي انا عايز، كان معاه بنطلون عايز سوسته والبنطلون مقطوع خالص، قال لي انا عايز اعمله، فقلت له ماشي طب هات السوسته وانا اركبها لك، قال لي لا هاتيها من عندي، ركبتها له وخيطت له البنطلون، وفي الاخر قال لي انا هستاذنك في حاجه، قلت له اتفضل، قال لي انا معيش فلوس، انا على الله وما رضيتش اقول لك كده من الاول لحسن ترفضي، قلت له لا طبعا واللي انت عاوزه كمان ولو عندك حاجه تاني هاتها، وعملت له كل حاجه لا اصل بص دي المراديه دي بتاعت ربنا، ربنا لو شاء يعني لو هو اتشالت مني هنا هتعوضني، ربنا يعوضها لي في حاجه تانيه، فانا ما بقولش لا. وفي بنت، في بنات بتبقى في المدارس بيجروا او بيضربوا بعض او كده، بيقعوا بنطلونهم مثلا بيتقطع، جيبتهم بتتقطع، دول بقى انا استحاله اخد منهم فلوس يعني، بيقول يا طنط، اقول لهم انتوا مش عارفين ان الحاجه دي هتتقطع منكم وانتوا نازلين من بيتكم معاكم مصروف ايديكم، معاكم مثلا حق السندوتشات، فمش عارفين ان الحاجه دي هتتقطع. ومعظم اقول لهم لا انت زي بنتي انت زي ابني، ما برضوش يعني، هم هنا الحمد لله بيحبوني كبار وصغيرين من المعامله والاسلوب معاهم يعني الحمد لله. ربنا بيعوضها لي. في ساعات على فكره انا بقعد ما بيجيليش زباين خالص وما بشتغلش، وبيتي بيبقى يعني خلاص ما جبتش اي حاجه لبيتي، وببص في ثانيه بلاقي في الاخر ربنا كرمني زبون مثلا لو عمل حاجه بسيطه اقول له 5 جنيه 10 جنيه، فيستغربوا ايه 5 ايه 10 هو لسه في 5 و10، اقول لهم انا شغاله بكده، انا بقدر شغلي ما بقدرش بقى حاجه ثانيه، فببص بلاقيهم بيرضوني باكتر. وبرده ممكن اقعد طول النهار ما اشتغلش، ابص الاقي حد يجي يقول لي اعملي لي دي اعملي لي دي، فبيرضوني والحمد لله. لا بس الحمد لله انا مبسوطه ومرتاحه نفسيا.